ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. وهي كافية في رد جميع الشبهات التي يتعلق بها عباد القبور في يومنا هذا. هي 11 آية من أواخر سورة الأعراف من الآية 188 لحد الآية 198، لا بد تحفظ يا جماعة عن ظهر قلب. وأقف معاها في نقاط، والنقاط دي اللي هتسأل عنها أنت في الاختبارات والامتحان، وهي الأكثر والأعظم فائدة إن شاء الله. أول نقطة، كيفية اختيار موضوع الخطبة أو الحديث أو الموعظة للناس. المواضيع تتنوع، نحن الآن اخترنا آيات مش كده؟ أحيانا بتختار موضوع كده بعينه باسمه التوبة أو موضوع التوكل، يعني كلام ما بكون عن اختيار آية كده مباشرة تشرح أو حديث يشرح، إنما موضوع التوبة التوكل الصدق الكذب. ومن هذه المواضيع بعينها التوبة الصدق غيره، أحيانا في مواضيع الساحة زي الود التكفير بتاع كسلة، قاتل له 2 وطاعن له 7، قال ده يتكلم كان عن حرمة البنطلون، قال لك حرام. طيب، فأحيانا يكون موضوع بتاع شنو يا جماعة؟ الساحة أو الفتوى التي كانت قبل العشاء وبعد العشاء، بتاعت حلبسة اللي هو قبل العشاء قال له حوصبس فيه، بعد العشاء قال ما في حاجة. فأحيانا يكون موضوع شنو يا جماعة؟ الساحة. النوع الثاني من المواضيع وأنواع الخطب والمواعظ، اختيار نص من الكتاب أو شنو يا جماعة؟ السنة أو نصوص عديدة. يعني عندنا الآن 11 آية دي نصوص، وأحيانا يكون حديث أو أثر، ودي عندها عيوب. من أعظم عيوبها اختيار القصص التي ليست في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها نظر في صحتها. واحد سروري أخواني اسمه البراك بتاع زمان ذاك سعودي، عنده شريط كان اسمه توبة أحمد زمان، قصة واحد اسمه أحمد في السعودية وطار بالعربية تلف في الكوبري وكان في غنى شغال في مسجل العربية الأخير، كله باطل ساكت. وفي النهاية طلعت القصة كذب، شريط عن قصة ويبكي من البداية للنهاية الشيخ ده، وفي ناس قال استقاموا به جماعة من الحزبين عملوا لحى وقصروا الشنب بالشريط، وطلعت قصة كذب أصلا. فدي من العيوب، إنك تتناول لك قصة أو يكون عن مثل من الأمثال الشعبية خطبة أو موعظة، دي كلها من العيوب يا جماعة. أفضل خطبة أو موعظة أو دعوة تقدمها للناس هي التي تكون بالنصوص الشرعية، إما آية أو آيات أو حديث أو أثر صحيح إسناده صحيح، دي من أفضل الأشياء. وهذه من ميزاتها الكلام عن النص، أنك لا تخرج من الموضوع كثيرا، يعني يكون عندها وحدة موضوعية. تتكلم عن الليلة حنتكلم زي الشيخ أبو بكر يبقى يتكلم عن آيات، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخره، آيات معينة. حتى إذا مشيت الآيات بتجيبك شنو؟ راجع الموضوع واحد، والمستمع بيستفيد بيعرف أنت تكلمت عن شنو أصلا. طيب، ومن أعظم اختيار المواضيع أن يكون الموضوع عن العقيدة أو التوحيد، تختار آيات من القرآن الكريم كله توحيد
تكون عن العقيدة والتوحيد تقرر هذه المسألة ومحاربة الشرك، أو أحاديث أو حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذه المسألة ويعالج مشكلة الشرك بالله سبحانه وتعالى والبدع. عشان كده يوصي الشيخ محمد بن هادي حفظه الله الدعاة أن يحفظوا جميع الآيات التي تقرر العقيدة والتوحيد في القرآن كلها، وجميع الآيات والنصوص التي تحارب الشرك والبدعة. طيب، أول نقطة في تناولك للموضوع، الآن عندنا 11 آية من القرآن الكريم. أهم شيء، أول شيء، أن تعلم أهم المواضيع التي يتناولها هذا النص الذي تريد أن تتحدث أو تشرحه للناس. دي 11 آية بتعالج لنا مواضيع كثيرة، أهمها أولا أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ ثالثا، إذا كان صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فمن باب أولى وأولى وأحرى من دونه من الصالحين، من دونه من الصالحين، أنهم لا يملكون لا لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا. فالآيات دي بتعالج قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى وتؤصل العقيدة والتوحيد في قلوب العباد. رابعا، تعرف أنه أهم المواضيع في الآيات، ودي ما هتعرفها إلا إذا اطلعت على التفاسير لهذه الآية أو الآيات التي تريد أن تتحدث عنها. يعني ما تجيب لك آية من القرآن زي جماعة بتاعنا التصوير الفني الحركين ده، قال لهم شنو؟ قال تجيب شنو؟ قال تجيب المصحف وقال تختار الصفحة تقول تعاين فيها، ما ترجع لي تفسير لحد ما تفهمها. ده اسمه التصوير الفني في القرآن. بعدك تجي تنجر من راسك، وفيها 5 فوائد كذاب، في أكثر من كده. المهم، فلازم ترجع لشنو يا جماعة؟ التفاسير. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كما صح عنه كان يقرأ في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير من السلف الصالح، 100 تفسير في الآية الواحدة بس، 100 أو أكثر. قال: ثم يبتهل إلى الله ويتضرع إليه أن يفتح الله عليه من فهم هذه الآية. بعد ما قرأ فيها 100 تفسير 100. وأعظم التفاسير السلفية الصحيحة الطبري، من جرير الطبري كما قال الشيخ الفوزان، وده شيخ المفسرين الطبري، ابن كثير اللي هو تفسير القرآن العظيم، البغوي، والبغوي أصلا هو تهذيب واختصار لتفسير الثعالبي كما قال ابن تيمية، فذهب البغوي فهذب تفسير الثعالبي وذاك فيه أخطاء شوي، هذبوا واختصروا عمل شنو؟ معالم التنزيل اللي هو حق البغوي. رابعا، وده من أعظم التفاسير التي يبدأ بها الداعي أو طالب العلم كما قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، هو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، هذا هو الكتاب، هو اختصار لتفسير ابن كثير، اختصره العلامة المحقق أحمد محمد شاكر رحمهم الله تعالى، 3 مجلدات. ده من أعظم التفاسير التي يستعين بها الداعي أو طالب العلم، لأنه ده شال الآثار الباطلة الغير صحيحة
والضعيفة وترك الصحيحة وترك فوائد وكلام ابن كثير كما هو في 3 مجلدات. ثم أضواء البيان للشنقيطي في إيضاح القرآن بالقرآن، وكذلك تفسير السعدي وهو مختصر. أما باقي التفاسير ففيها يعني بعض أو قليل من الإشكالات، بالذات في مسائل الصفات وكذا. باقي التفاسير فيما نعلم، لكن دي أصح التفاسير التي يبدأ بها الإنسان. وممكن تبدأ بتفسير مختصر وتصعب، وما معناته ديك ما تقرأها، لا، وإنما لمن كانت له آلية يميز بها الصحيح من السقيم. طيب، قلنا أول حاجة تعرف أن النصوص تتناول أهم المواضيع، ومن أهم المواضيع في هذه الآيات أيضا إبطال الشبهة حول أبينا آدم وأمنا حواء، إنه إبليس جاءهم وحواء كانت حامل وكانت الطفل يموت في رواية، وفي رواية جاء قال لهم ربما يطلع بهيمة أو يطلع كذا فسموه عبد الحارس، قال لهم أنا اسمي الحارس سموه عليه، فسموه عبد الحارس، قال فعاش. ربنا قال فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لكن الآثار دي كلها ضعيفة، لأن الأنبياء معصومون من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ضعيفة، لأنه في إسناد محمد بن السائب، محمد بن السائب ابن يزيد الكلبي المشهور بالكلبي، يكنى بأبي النضر الكوفي، قال عنه ابن حبان رحمه الله متروك، متروك. ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال أنه اتهم بالتشيع والرفض، وهو نفسه قال لمن روى عنه انظر ما حدثتك به عن أبي صالح عن ابن عباس فلا ترويه فلا تحكيه، ولا تعرف نفسك الضب. وكان يكذب عن أبي صالح عن ابن عباس، والرواية دي معظمها جاءت عن أبي صالح عن ابن عباس. في روايات أخرى جاءت مرسلة، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، أورد ابن حجر العسقلاني وقال تعضد بعضها بعضا، يعني في النهاية صحاها في هذه القصة لأبينا آدم وأمنا حواء، فقال يشد بعضها بعضا، لكن يا جماعة هي غير صحيحة، لأن الراوي فيها شك، هو أرسله شك، قال فيما أحسب عن ابن عباس أنه قال كذا، فقال الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب، هو موجود في التفسير حقه أضواء البيان، قال هذا يكفي لضعفها مرسلة، وشك فيها من دارت عليه الروايات، نسيت اسمه الآن، فهي ضعيفة، ضعفها منها يا جماعة الشنقيطي عليه رحمة الله. وكذلك الآيات نفسها تكذب هذه الروايات، لقوله تعالى أيشركون، فتعالى الله عما يشركون، جاءت بالجمع، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وأيضا الرد على الشبهة التي تعلق بها البعض، هم ما قصدوا، لكن من باب ما في إنسان معصوم، يعني ورد عن بعض السلف إنهم قالوا ربنا سبحانه وتعالى تكلم في هذه الآيات عن أبينا آدم وأمنا حواء في البداية، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها
زوجها ليسكن إليها، والنفس الواحدة هي نفس آدم، والزوج الذي جعل وخلق منها هي أمنا حواء عليهما الصلاة والسلام. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من شاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. جد بعد بالجمع، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الشيخ السعدي قال هذا من باب الانتقال في الحديث من النوع إلى الجنس. الجنس ده أشمل وأكثر من النوع، والنوع بعدي وقل منه طوالي. ففي البداية ربنا نتكلم عن النوع، الذكر والأنثى، هو الذي خلقكم من نفس واحد، الذكر وهو أبونا آدم، وجعل منها زوجها. فتكلم عن النوع اللي هو نوعين، ذكر وشنا يا جماعة؟ أنثى. ثم انتقل الكلام عن الجنس، أيشركون ما لا يخلق شيئا، وجاد بصيغة الجمع أيشركون، ما قال أيشركان، مما يدل أنه لما انتقل الكلام عن عبادة غير الله عز وجل وضح الله عز وجل بعدها بهذا الجمع أيشركون وتعالى عما يشركون، إلى الكلام عن جنس بني آدم، عن جنس البشر، أن الله سبحانه وتعالى يعطي الأب والأم الذرية والولد الصالح في الخلقة الكامل من العيوب الخلقية، بعد ذلك يشرك بالله سبحانه وتعالى. فالخطاب كان من هذا النوع، ما الأشرك معناته أبونا آدم وأمنا حواء. وحتى لما جاء الخطاب بصيغة المثنى دعوا الله ربهما، بصيغة المثنى قصد الأب والأم النوع، الذكر وشنا يا جماعة؟ الأنثى، ما قصد آدم وحواء. فده هنا الخطاب من باب الانتقال في الخطاب والحديث من النوع إلى شنا يا جماعة؟ الجنس. مين يدينا آية برضو فيها نفس هذا الأسلوب؟ في سورة الملك تبارك، الدرس الجاي تجيبوها نفس الأسلوب، الخطاب يكون عن النوع بعد ذلك ينتقل شنو يا جماعة؟ الجنس. طيب، وهنا نقرأ كلام للحسن البصري نفيس جدا، ينقل ابن كثير والقرطبي وغيره. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: روى ابن جرير عن الحسن البصري جعلا له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، جعلا له شركاء فيما آتاهما. وقال الحسن: عنا بها ذرية آدم، الذرية، ومن أشرك منهم بعده، يعني جعلا له شركاء فيما آتاهما. وكان الحسن البصري يقول: هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. أسانيدها الصحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. يعني ما مقصود بالشرك أبونا آدم وأمنا يا جماعة حواء. قال ابن كثير: ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم منه أثر أو حديث صحيح إنه ده أبونا آدم وأمنا حواء الأشرك، لما عدل هو ولا غيره عنه، لكن ما في نص، لا سيما مع تقواه الله وورعه الحسن البصري. فهذا يدل على أنه موقوف على الصحابي، دي الآثار لأنه المقصود بالشرك الأشرك وأبونا آدم وأبونا حواء. ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب، لا دع عن الحسن الكلام الصحيح، من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع لأنه جابوا آثار غير صحيحة، وذكرنا إن بعضها مرسلة وضعيفة إلى آخره، قال: والله أعلم. قال ابن كثير: وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا،
وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. ولهذا قال الله: فتعالى الله عما يشركون. القرطبي قال: فجمع، جاب الجمع يشركون، فدل إن المقصود بالذين وقعوا بالشرك هم ذرية آدم وحواء الجمع، وليس شنو يا جماعة؟ آدم وحواء المثنى. قال: فذكر آدم وحواء أولا كالتوطع لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله تعالى، وجاب الآية اللي حتبحثوا عنها الدرس الجاي. الصلاجات. طيب، فهذه برضو من النقاط التي يعني تناقش في هذه الآية ومن أهم المواضيع. فأنت لو قريت النصوص واطلعت على المعنى من التفاسير الصحيحة حتعرف تتناول شنو الناس من خلال هذا النص أو النصوص اللي تتكلم عنها. ما بتجي تقرأ لك نص وتمرق بعدلك زي عمك ذاك، يقول لك حديث رواه الدارمي ويطلع شن علاجه وتخارج من الحديث، يقول هو تقول أنا طلعت من الموضوع، وطلع ما خش أصلا، صح ولا ما صح؟ ليه؟ لأنه ما في تحضير ولا في تجهيز للموضوع. أنت النص اللي تتكلم عنه ده لابد تعرف معناه عند السلف، خلاص كده هتعرف تتناول للناس المواضيع المعينة وتعالج مشاكل معينة من خلال شنو يا جماعة؟ النصوص اللي تتكلم عنها. طيب، وأيضا سادسا من أهم المواضيع في هذه الآيات مخاطبة المشركين خطابا بعقولهم إن كانوا يعقلون. ألهم أرجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. عباد زيك، عبد معناته هنا يا جماعة له معبود يعبد الله سبحانه وتعالى، عبد معناته حيموت، فهو ضعيف ولا يملك لك ولا لنفسه نفعا ولا ضرا. ربنا قال: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. رغم إنه اللي بتدعوهم ده العباد زيكم ضعفاء في العبودية عباد، لكن أنتوا أقدر وأقوى منهم، لأنه لا عندهم كرعين بيمشوا بها، ولا عندهم يدين بيبطشوا بها، ولا عندهم عيون بيشوفوا بها، ولا عندهم آذان بيسمعوا بها. شكدها اتحداهم في نهاية الآية: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. جيبوا الناس ادعيتم من دون الله وزعمت إنهم آلهة ديل، خليوا يكيدوني يهلكوني فلا تنظرون، ما تأخرون، جيبوهم سريع. فده خطاب بشنا جماعة الحجة التي تخاطب عقول هؤلاء. انت لا ممكن تمشي مسجد تاع جماعة يعبدوا لهم في قبة تتكلم عن الموضوع ده كلام تخاطب عقولهم بحجة. الزول ده مات يا جماعة وحفرت ودى لحد، آه صحيح الجماعة بيقولوا صلى على النبي صلى على النبي، نزلوا تعد وردموا طوب أخضر ومونة خضراء، صحيح ولا ما صحيح؟ وردموا تراب وكفنوا ونزلوهم برام بيدهم، يجي يقول لها شيخ تنجدني وتفزعني، هل ممكن؟ يقول لها ترزقني تنزل لي المطر، هو ملجن منتهي راقد تحت، ما عنده أرجل يمشي بها ولا عنده أيدي شنو يبطش بها، وزول حي لو رقده يودى لحد ولا دفنه ذاته ما بيقدر يطلع تاني، زول إذا عصره تحت ما بتقدر تطلع حي، وما عنده أرجل يمشي بها ولا ما عنده أي حاسة من حواس القوى والدفع عن نفسه والاستطاعة والمساعدة لغيره. ده خطاب بالمناسبة بالعقل قوي جدا جدا. عشان كده ربنا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عشان كده المشركين ما عندهم عقل أصلا. ربنا قال في ختام آية الأعراف دي ذاتها وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وفي البداية الآيات قال وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم شنو صامتون. وفي الآية الأخيرة قال وتراهم ينظرون إليه بعينه للنبي صلى الله عليه وسلم لما نقرأ لهم القرآن وهم لا يبصرون ينظروا له زي الآن اللي الشيخ بيشرح. وبعض الناس يكون مباح لي كده كأنه أخذ الفوائد كلها طلع يسألوا أنت يقول ها في شنو وتراهم ينظرون إليك وهم شنو قالوا نظر المعتبر المتأمل لكن في حقيقة الأمر وهم لا يبصرون ما جايب خبر ومش ما فاهم وما شايف ذاته الزول بيتكلم ده عشان يفهم منه. نعم وقالوا مقصود بها الأصنام لأنه كان بيعمل لها عيون مبحلقة وبتكون عاملة كده وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لكن حمل الآية قالوا على الأول أولى إنه مقصود بها يعني أشخاص المشركين ديل. فدي من أهم المواضيع التي تعالجها هذه. يبقى أنا لما أشرح الآيات دي ممكن كل المواضيع دي شنو يا جماعة أضربها خش علم الغيب إنه الشيخ بيعلم الغيب أضرب الموضوع ده انتهي منه ولو كنت أعلم الغيب. وشوف ربنا قال لي استكثرت من الخير وما مسني السوء قالوا الفقر وقالوا المرض وقالوا غيره. النبي عليه الصلاة والسلام في البداية كان شنو عائل ووجدك عائلا فأغنى والعائل يعني الفقير. وكان ما يوقد في بيته هلال أو هلالين نار كان يعيش على التمر والماء الأسودين. صحيح ولا ما صحيح قال وما مسني السوء لو كنت أعلم الغيب. أمرت مرض الموت يوعك غيوعك الرجلان منكم كما قال النبي أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان يعلم الغيب قال لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فخاطبهم بالخطاب ده يا ناس الشيوخ دين لو كان بيعلموا الغيب فك يدين. زي ذا قال في الكتاب قال للدرويش ما لي أراك كثير العبادة ولكن ناقص الدرجة. قال لي لعله أبوك قال لي حظي شنو قال لي لعله أبوك توفى ما رضى عنك. قال لي أتعرف قبره؟ أنت ما بتعلم الغيب ما بتعلم مكان القبر. قال الدرويش ودرويش قبره هناك مشوا المغابر قال له هو ده شغل قوم قام قالوا ينفض التراب على رأسي وقال لي أرضى عنه الفقراء جوك قال لك أرضى عنه أرجع رجع. فزول يعلم الغيب ما عارف مكان القبر. فتخاطب الناس خطاب بشنو يا جماعة بالحجة وخاطب عقولهم. الآيات دي ما تمر عليها ساكت والله تعالج مسألة الشرك وتؤصل التوحيد في قلوب الناس.